الله الرحمن الرحيم مركب كواد وحرمه علينا إلهي سبحانه وتعالى نعبورتي حدنا نوشيغي وحنوفي عني وحنوحن إلهي ونوشيغي وحن واثعيهن وحن واحيهن ويسغن السمائي ونعبوري وغم وحرمه علينا نقرنسيي حدنا نوو شيغي قرآن كريم إن خمره هو يحي حاران حدنا النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد الشريعة الإسلامية شريعة الإسلام كبوحي أسود شن شيء هنا إلى لس نفت دينت مالك شرف كي عرضي شن تاشي شن عدل اللي شيغي يودمره أي أسود بتيبه شنتي بحق قد بوكي يا حمرك نفتي وقدينا يا نفتي وادبا يا هو الجوينا يا مرك اللعب عقلي ودورنا يا مالك ولا دعيا شرفك ولا واحد قد بايا ارتجينا حساب ما لقفك ما شاسكش وحنوما علينا ان انت اسكسك بوليس كا ينا بسكت قلبك ورنتي دردر عصب هي الشقادة دي سفي عنو قبصدي كالما في عنا كهلي عيدا مدى حوق دلك الصومالية هي كسو كان قبل كاني مقالة دا او ايقونا اجوغا قبل كان ان وحا حنا اي كي غبتان وحا في عنا كوكا الميان وحاربنا ضدك هرقال كعيون مرنا اينا يرهدان ضدك خمرك عباوانا دبين قبلها نيبي دبين وامر وين السوق يدي مرنا هنا قريان سوق هنا مايان اسمه قبطة هلو سو شيغا تليها بوليس يعيد كستو امني كسر كتصد ماشا لغو قريي امال لقيي بريا هلو راري خمري قان انتا سكبضان وشيغا قدومي وين انتا وحوي سرعين وحكا بضان يجران وحان كعو سرعين امركا دادكا غير قال كعيوت فرصد بيها استان هي غير قلم انتبه فرصد بها استان هوينكو فرصد بها استان اللي يردو فرصد بها استان وضياش فرصد بها استان كي استعمال جرانا فرصد بها استان كو سيقد ينكر اول بوح في عنا سنهاي وهوقي ام الخبائث وحا لوير هو يدو حمانت هل حمان وكدي من مجرت قفك مركو عبدو وهي مير كحمانت لو قرتو لو كلا صعب هي وناق واحد في علوك الصعب مير كيما بتقيم تاسع وعي كينيسا قبدها دي حاسكا دي هو يضا أباها وحلو قيركا قفك وين قفك ير درس كذا كل قد إناس قوك الصعنين وأميركا كانت تقيم صبح ميركا سوت وستيد واحد كلا بحابا نسميها الليل هذه اللفتة واسكو حاريسا ودباتوريسا ودباتوبة ذنب حتى قفك النفسي وقاريس وحارمنا دل يرادينا كنتي فرصد واحد لو شيغي وايان دل حل حلما دل يرادينا وحان كعصرينا استعماش ولا ليالو اسكدا يا وحن اني اني تايدن كو باوقتي اني سو حو فينا واوقتي انا كشل ليدين مركا عبتين صبحي مركا ليدين شيغ وحا سميسين اما ادكو دحاي واد كشل ليدان بري الله من مايا ترادان ولا ليالو اسكدا ما فينا كو كغن عسنيه وروى حاران إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والنجاس شغل الشيطان كاملة فاجتنبوه قد إرادة إلى آيات القرآن هو ورس قفق هذا وحل قفق هذا هو قال يرد أن مركا فرصة عم بهايستان ماشي سجد جوج الله يم بهايستان هو كجنع صدا ماشي الجنع سكلو حلالة أي هذه لها يم بهايستان يا أنا نسكت صباحين ciidan ka halugoynina shaqooyin badan baa u yaalla guriyaha islaameed ha ku qarinina waxaan qashinka caruurta tusinina idinku ha gurgurinina habeen kasta waxa soo dhandhib weeye marba haddaad aragtay inay isan fiicneyn meesha ku joojiya dadka reer galkacyood iyo dadka reer galmudugna baashaas meeshii lagu hayo ciidanka loogu biyo booliiskiina sugada military maamulka wasaaradda amniga cid kasta loo sheegay gobolka degmada ciid walbaaba qofkii taleefankeeda hayso alla soo xariirto meeshaasi ku jiraan ماشي وكجر انا شباب بكجر ماشي شباب كلهم تاكلوا ما نسى ما
marka waa mahsantiin ciidanka marka aanu maad celinayna hawshu waa soconaysa ilaa magaalada aan dhalada u dambaysa laga soo saaro waxa jooga markaan ka soo saarnana waxa kaloo soo galayaan diideyna iska diideyna waa cusubna yaan loo keenin waa cusanaynaa waana dhibaysaa baashaani dhalinyaradana waxaan rajaynaynaa ciidamada daraawiishta waxaan faraynaa inay xerada loo cayibay oo maxay magaced waan ugu soo fool leeyahay magaalo nadiifa ciidan taagan gaadiid habaysan ayaa rabnaa inuu nagu yimaado ma rabna annagoo kala daadsan annagoo guryihii haweenka ku jirna kuwii iskuulladii ku jirna guryihii fankii sugaanta ku jirna kuwii maaragtay caafimaadkii ku jirna xarumihii dowladda lagu talagalay annagoo dhex fadhina yaana la kugu yimaa walaalayaal meeshaasaa la tegayaa waa dhismooyin waxbaa laga samayn doonaa haddii la yidhaahdo halkaasaa garaamka lagu qaadan doonaa halkaasaa diiwaangelintu ka dhacaysaa ciddii ka soo qayb geli weydana waxaan u aqoonsanaynaa qof shacab inuu yahay oo qori aan loo ogolayn gaadiidna loo ogolayn loona ogolayn maaragtay bulshada dhexdeeda dareys ciidan inuu ku dhex maro waa mahadsantihiin raggii saaxiibadiinaha ee halkan weeraray waxaa weeye waxaa la geeyey waaogtiin ayaga iyo gaadiidkoodi uusan mareen caasimadda joogaan qaar raggii ka mida iyo qaar aan ka mid ahayn waxay ku xadgudbeen calanka buluuga ay ku xadgudbeen ciidan milatari oo la weeraro calanka buluuga oo shanta xidigta shanta geesle oo la weeraro wa madax bannaanida iyo sofrenatiga dalka calanka waxaa ilaaliya ciidanka milatariga ilaaliya la weeraro calanka oo lagu xadgudbeen waa khiyaano qaran waay maxkamado xoogan baa laysku saaraa halkaasaa lagu baarayaa madaxweyneena u taallaa hadduu cafinayay hadduu maaragtay maxkamad u dirayo waxaan leenahay dhallinyaradeenna kale wixii daraad maalinkii sabtidii dhacayna wax fiican ma ahayn ayadoo nin xiran la raadinayo konta qofood in loo dilo tobanno dhimato afartanno dhaawacato ilmo yar ku jiraan caqliga caadiga ma jiraan laakiin caqliga dhaladan ku jira inuu ahaabaan u malaynayna caqliga dhaladaasu ahaa nimankii yidhi dalab baan inta galnaan nin kala soo baxayna tababarkooda uu ka kacbu ahaan lahaa haddii nimankaasi meesha qabsan lahayn oo meeshaas geli lahayn laakiin tababarkoodiina way ka soo baxeen waana iska difaaceen walaalayaalow dhaladaas ay annagana waa isku hay dirta bini aadamkiina waa nagu dirta dadkeeniina waa nagu dirta annagiina nooma fiicna intaasaan ku joojinaynaa khamri dambe deegaanka galmudug waa ka mamnuucana maasantii.